طبعا الشفافيه دارين ان البيت تكون تغلى لباسه برا واحد فوقيها، واحده من الكونغو العوده على الصحيفه، واحده متاجره واحده تاجر بالجنس، الدعاره دار تعمل لها مساله بتاع شنو بعد بتاع فيلم بتاع بيسموه شيكس ولا شنو شيكس ولا ما بعرف انا الافلام الوسخه دي شيكس ولا سجم ولا رماد. اذا لقينا المره دي بنركبها بسطوره الكنغوليه دي نلقى الوسخه دي ترى لكن اذا لقيناها عندنا معاه كلام. أفلام السكس بقت تمثل في السودان يا جماعة تحت رعاية وإشراف امرأة أجنبية عندها قروش وجات تستثمر في الشاب والشابة في السودان. القروش يا جماعة زي الروس وقالوا الكاش بغلل النقاش، الوضع صعب وأي زول داري ياكل عيش. كسرة كلام طارق وأنا الولو للسبلو يا جماعة، جيت ليكم بفيديو جديد. انت لو جديد في القناة دي يا عمك اشترك، فعل الجرس، ادينا اللايكات يا عمك، واحنا كلنا عرفنا وسمعنا الحصل شنو في خرطوم. موضوع مؤسف جدا جدا، لكن ها تقول شنو ولا تعمل شنو مع مدنية الكنغولية دي؟ هل تفتكر جات برا يعني جات برا بيكون جابوها شفاتها ومن الشفات دي جابوها عشان تعمل الافلام دي عشان بعد كده ينشروها في العالم ويقول لك هذا سوداننا وسوداننا بحمد الله. الله ما بعرف روسه السودان بقى حر ويرضي السياده من الكفره من اليهود والنصارى. على كل حال نحن الكلام ده بنحاربه ما بنخليه والله صحيح. اذا لقينا المره دي بنركبها بسطوله. زمانك في زمن الانغاز لما كنا بنحضر المسلسلات المصريه والمسلسلات السوريه، لما تيجي مشهد فيها بيت لابس مثلا فوق الركبة، كانت ناس الشغالين في الإذاعة والتلفزيون بخط لك شريط أسود عشان يغطي الركبة اللي هي العورة. ولما تيجي مشهد فيها بوس ورومانسيات ولمس وحبيش وغزل الكلمات دي كانوا بيقطعوها عشان الناس ما تجيها حالة سعر زي كلاب الشوارع. ولما الناس ركبت الدش والريسيفر وبقت تشاهد في القنوات الغير مشفرة وخلاص بقت انفتحت وعاشت وشافت الحاجات اللي بتحصل في الدول الأوروبية وبقت تحضر المسلسلات الفرنسية والأمريكية، عرفوا الحاجات دي أخلاق الناس بقت شنو تتغير. وتلوك في يوم وليلة جاتنا حاجة اسمها النظام العام وبسط الأمن الشامل، ووضبوا ليك الناس اللي عاملين فيه الرومانسيين ودارين يطبقوا الحاجات بتاع الأفلام الفرنسية والأفلام الأمريكية دي في الشوارع، وضبوهم توضيب الصح. ما تبدينا صورة يا محيطين حبيبتي. اسمعي غرامي لك نمشي دينا خطرك حد كان في المحل كده زاين ما عادي نمشي به أنا وصلنا لحنا. أبا علي منه. حسيت اسمه كان وصلت له. حسيت العربية قدام فاتحة. حبيبتي نمشي والله. إذنك معاك. وأنا نزل يدي كده كذا عشان نحن نقدر نشتغل. أنت تعمل في شنو يا قليلة الأدب؟ بيركبها بسطوانة. أنت يا ألمانيا أوسخ. بنطشك والله صحيح. اذا دارت تصبغ شهادتي انت يا الماني اوسخ، انت يا ملحد. اذا دارت تفيح الفاحشه في سوداننا هنا وتخلي الحكايه دي في السودان الناس يمشوا عريانين والفاحشه تنتشر، انت واهم ساكت بيحلم والله صحيح. بيحلم الكلام ده الكلام الفارسون. انا ما بتكلم باسم الفارسون الان ولا حتى بتكلم باسم الاسلام وان كان ده اسلام، لكن بتكلم باسم المجتمع السوداني. لسه الخير موجود في السودانيين، لسه السودان عنده عادات وتقاليد يا وسخ يا كافر يا علماني. لسه البلد فيها خير وقلة الأدب بيحاربوها ونحن بالمرصاد لا يعد تدبر لكم حيث ما حلكم. الناس في السودان مالها يا جماعة؟ هل عشان العيشة صعبة في السودان ولا عدم شغل وفلس وما في قروش ولا النظام فاكة، ولا عشان الناس دي زي كانوا عايشين في قفص مقفول عليهم زي علب السردين وفجأة لقوا الحرية وطلعوا دارين يعيشوا حياتهم زي ما دايرينه؟
شرموطه زي ذاتك، شرموطه زي ذاتك بينيكوك بينيكوك في الدكاكين يا شاف عليك يا عم. اقول له عليك الصاروخ قسم له عبد يا عم، عايش حضورك عايش حضورك قسم عبد قسم عبد قسم عبد شطوري اكبر من حقه امك. امشي امشي لم نفسك امك تلقى معرسين فيها برضه. يو دات دونت ايفن لاف يور مام، جو سك يور سيلف برضه. طبعا امي اشرف منك سكرانه. Suck your dad. Fuck you. Suck your mom. Suck your fucking mom. Allah الراجل جنبك ده حظه يا suck your fucking mom. Suck your fucking dick. I want what's going on there, Bob? Let me ask you. سكر القضية قضية الزنا. الزنا لما يكون موجود وتحت تعب داون هو عند الله عز وجل في الشريعة الإسلامية، لأنه لما يكون المرسول دول يستحي من الله وبعدين حتى يعني يخشى الأقل إذا لم يخشى الله يستحي من الناس، بتكون الجريمة خفة عند الله عز وجل، لأنه الستر مطقوف في الشريعة والجريمة عند الله عز وجل بتعظم بمسألة المجاهرة. الجريمة هي الجريمة، لكن في فرق بين اثنين. لو واحد بيشرب خمر تحت في بيتهم، واحد بيشايل الخمرة نص نهار كرتها فيها، الاثنين شاربين خمر، لكن ديل عند الله ما واحد، ده جريمته اعظم لانه مجاهر بشنو؟ بالمعصية. الناس بقت جاهزة عشان تفرد في شرفها تحت اي لحظة عشان قروش، بقت ما بتخاف ولا الله ولا دين ولا اي حاجة. تقول لهم دين يقول لك يا اخي اسم دين شنو، وانا جعان وحالتي بالبلا. زي ده تقول له شنو؟ وممارسة الدعارة وافلام السكس ده يا جماعة ما بس موجودة في السودان، بس كانوا في ناس جون يا جماعة من بلدهم، جون في نازحين في السودان عشان كان في بلدهم في حرب، وكان حالتهم بالبلا وصعبة وجدا جدا، ما في شغل ما في بيت يقعدوا فيه، وحتى اللغة ذاته كانت صعبة بالنسبة لهم، فما لقوا اي حاجة يعملوها غير شنو؟ يبيعوا شرفهم ويمارسوا الدعارة. وكانوا قاعدين في حلة اسمها العشش، لو في واحد متذكر اكتب لي تحتين لو انت متذكر العشش. في حاجات الولد والبنت في عمر 12 سنة 13 سنة يعني في السن المراهقة المفروض ما يشوفها وما يتعرض عليها، والحاجات دي بقت تحصل في الحفلات والمناسبات والأعراس، والحاجات دي بتلزق في ذهن المراهقين، وبعدهم من بيكونوا متبرمجين برمجة تانية جدا جدا، وأخلاقيتهم بتخرب. وأنا بطالب من المسؤولين والأسر يا جماعة، الشباب القايمة الجداد ديل دايرين توعية، دايرين توعية يا جماعة عشان يعرفوا الحاصل شنو. احنا في 2021 في حاجات المراهقين دي لازم يعرفوها. الناس ما لاقيه تاكل والوضع بقى صعبة، ودي حاجة مؤسفة جدا جدا، لكن ده ما السبب عشان يخليك ولا يخليك انت يا اختي تبيعي نفسك وتبيعي شرفك، دي حاجة مؤسف جدا جدا. وانا ده لنبهك يا ابو الشباب، انتوا لو جديد في القناة دي فعل الجرس، ادينا لايكات واشترك بالقناة دي عشان انت تشاهد كل فيديو انا بعمله كل يومين ثلاثة.